بلدة شيوروخا قرب حدود الأوروغواي مع البرازيل، ونلتقي هناك بأكبر تجمع للمهاجرين الفلسطينيين الذين استوطنوا هذه البلدة، وأصبح اسمها يرتبط بهم، وكما ارتبطت البلدة بهم فهم ما زالوا مرتبطين بعاداتهم وتقاليدهم. عمر مدينة شوي حوالي 18 عاماً. في السابق كانت جزءاً من مدينة سانت فيتوريا المجاورة التي ازدهرت منذ مجيء المسلمين إليها قبل 30 عاماً. بدأت التجارة تنمو بشكل أسرع. لا أعرف أول من جاء إلى هنا، لكنهم يقولون أن أغلبية الفلسطينيين الذين غادروا فلسطين في مطلع عام 1950 بسبب الاحتلال الصهيوني عام 48 جاءوا إلى هنا. كان لديهم النادي العربي حيث يلتقون ويقيمون بعض الفعاليات، وفي أحد الأيام زار المدينة السفير الفلسطيني وكان حدثا كبيرا. لقد بنى الفلسطينيون هنا ثقافة متنوعة تنبع من ثقافتهم الأساسية في فلسطين.